حالي حالي خليهم. النقل عندنا حنا في المعز عندنا مهمش، ما كاينش النظام. الصافيات اللي كتكون كتهز 14 كتهز 30 32، كيفاش غيكون رد الفعل ديال الانسان تما كنت جايب بامان وصدق جيم مع الطب؟ طبعا النقل المزدوج عندهم واحد العدد محدد وما كيفوتوه. انا براسي وقعت لي جوج حوادث وقعوا لي انا في النقل المزدوج، المره الاولى المره الثانيه. وفاش مشينا نتبعوا الاجراءات قال لكم انتم سور شارج ما غاديش تستافدوا. وهاد الظاهره خصها شي حل. العربات المجروره اش غنقول لك، حتى هما راه عندهم واحد الظاهره، ما هذاك الشيء ماشي في المستوى. كثار بزاف وعندهم الدري صغار. يعني الدري كتكون عنده 14 12 سنه كيسوق كروسه راه خطر. خطر بزاف. يقدر يدخل لك في الازقه، يضرب طوموبيل، يضرب بنادم. هنا في السوق كيهز العربه كتهز 20 واحد. عيالات. ويمشي كيجري ويقدم عباد الله يعني كاين واحد الهمش كبير هنا في هذه البلاد. النظام ما كاينش، حنا الخنز ديال العربات راه فين مشاو راه الخنز موجود. يعني ما كاينش هذاك الوقايه اللي غيدير مثلا الحيوان اللي غادي يجمع هذاك النفايات ديالو، يطلقهم هذاك البرز كيحطوا في الشانطي. هو الا كانت غير ثلاثه الكروس ولا اربعه كتدور في الشانطي اذا راه ما بقات نظافه. كاينه معاناه بزاف ديال النقل، تشوف الصافي ديال النقل المزدوج كتشارج حتى 20 واحد حتى 25 واحد راه بزاف. الا جيتي تسنى خاصك على الاقل يا بغيتي تمشي غير الخميسات تقضي شي غرض ولا شي حاجه تيخصك نص نهار غير ما غير في الترونسبور خاصك 4 سوايع من هنا 4 سوايع من اللي عاد غادي تجي. ما كرهناش يكونوا طوبيسات ولا يزيدوا في الطاكسيات ولا في النقل. حتى هما راه مشكل 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 كبير مشكل كبير بزاف. ما تقدرش تخلي السياره ديالك وتغفل عليها واحد نص ساعه المكانه ولا هكاك لا تلقى مقيوسه ولا شي حاجه. مزيرين بداك الشيء ديال النقل، زعما ما كرهناش يكون داك الشيء ديال الطاكسيات زعما الطوبيس، زعما ما كرهناش يكون هذا الشيء زعما إيه. باش تكون زعما الفيلاج يكون زعما نقي ويكون مقاد، يكون داك الشيء ديال النقل موجود، بنادم ما يكونش مزير في المناسبات في العيد في تيوقع لنا شي شويه ديال تنزيروا بعض المرات وداك الشيء. ما الايام الاخرى العاديه راه تنكونوا عاديين ما كاين اشكال، ولكن بحال دابا المناسبه ولا شي حاجه تنكونوا شويه مزيرين. ما كرهناش تكون شي حاجه زعما زايده ما كرهناش. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.